بعد تحريات واسعة قامت بها سرية طرابلس في إقوى الأمن الداخلي في الشمال برئاسة العميد بسام الأيوبي، تم إلقاء القبض على المدعو فؤاد محمد الأبرش مواليد 1985 الذي أطلق النار على شقيقه طارق فأرده قتيلا بسلاح حربي يوم الأحد الماضي في منزلهما في منطقة الشلفة في أبي سمرة. وخلال 24 ساعة من تاريخ ارتكاب الجريمة في منطقة حلب في عكار، اعترف الأبرش بقتل شقيقه، ثم مثل جريمته في مكان الحادث وروى كيف أطلق النار على أخيه إثر خلاف على استلام بطاقة دعوة. ليش أقدمت على ارتكاب الجريمة؟ قتلني قبل بيوم وجهتني يوم أعتني نفس اليوم اللي قتلته. شو قتلك؟ كيف يعني بشو؟ قتلني ببوز البرودة. البرودة ضربني. ضربك بعقب البرودة مش هيك؟ لا، بشلفك بوزة وضربني فيه. إيه. طيب تأذيت أنت، انجرحت؟ إيه. طيب هذا بيستدعي إنه تقدم أنت على وجهتني يوم أعتني نفس اليوم اللي قوسته. طب لما مثلا ما قوسته بجراي، ما قوسته في مكان السكران ضويل ويل بيهل. عندك يا مي ثلاث طرق، يا الحبس يا المستشفى يا حدا يقوصك يقتلك. واستجوب المدعي العام في الشمال القاضي عمر حمزة القاتل أمام أهله وفي مكان الجريمة، ثم تم توقيفه ونقله إلى السجن.